على سيرة وادي الضيف، عادت المعارضة المسلحة بسط سيطرتها على منطقة في شمال مدينة حلب في محيط مدينة صناعية، ورافق فريق الغد العربي المقاتلين أثناء تمشيط المنطقة. بعد سيطرة القوات الحكومية على المدينة الصناعية الواقعة في الشمال الشرقي لمدينة حلب، حاولت التقدم تجاه القرى المحيطة بالمنطقة وأعلنت سيطرتها على قرية الناصرية، لكن عادت قوات المعارضة المسلحة واستعادت هذه المناطق. تسيطر القوات الحكومية على هذا المبنى العالي والمطل على القرى المجاورة التي يسيطر عليها الجيش الحر. ويحاول بيبرس القائد العسكري لهذه الجبهة أن يرصد تحركاتهم للبدء بعمل عسكري. طبعا هي المنطقة تعتبر خط الدفاع الأول عن الصناعة الثالثة، يعني الصناعة الثالثة هي مقابلنا صارت وشايفين طبعا قدامكم. يعني مدرسة المشاة صارت بعدنا حوالي 20 كيلومتر تقريبا، وهي قدامكم شايفين كل شيء، النظام الدعم وخلي قدامكم الكاميرا والإعلام مبين، يعني ما في شيء مخبى ولا أنا مخبيين ولا شيء. وهي طبعا كفر صغير معروفة. كفر صغير مين مسيطر عليها؟ طبعا النظام حد لا مسيطر عليها، بس باذن الله في اخبار حلوه ان شاء الله القيام الجايه. فريق الغد العربي يرافق الان مقاتلي الجبهه الاسلاميه اثناء تمشيطهم بقريه الناصريه التي تم استعادتها مؤخرا. يعتقد أبو إسلام القائد الميداني بأن هناك ضعفا إعلاميا من جهة المعارضة، فقد أشيع مؤخرا بأن القوات الحكومية قد سيطرت على بعض النقاط التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة. تصور من مسافة بعيدة أن الملعب ملعب النور بيد النظام، فهذا الكلام كاذب وغير صحيح. هذا الملعب بيد أبطال الجيش الحر، وهم الملعب هذا طبعا استراحة للمجاهدين، نقاط الرباط لقدام يعني متواجدة لقدام الحمد لله، هاي النقطة نقطة استراحة للمجاهدين. تستمر المعارك في الجبهات الساخنة بين كر وفر في مدينة حلب ومحيطها في محاولة من القوات الحكومية التقدم لحصار المدينة. وائل عادل، الغد العربي، ريف حلب.